دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ديال الستايله. كان بشحال فيديو طويل، كنتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. دابا ندوزو فيديو خفيف ظريف، طلبتو مني نوجد لكم بغرير ديال القمح بدقيق ديال الزرع. تبعوا معايا ان شاء الله الفيديو، كنتمنى ان شاء الله الفيديو يصدق لكم، ورانا معاكم ان شاء الله بكاع الوصفات اللي طلبتو مني غنحطها لكم. وتنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه بحالكم، ودابا الفيديو ان شاء الله يكون خفيف ظريف. مرحبا بكم معايا. هنايا عندنا هانتوما القمح بالنخاله ديالو. القمح استعملوا اي نوع، كتسولوني بزاف على القمح ديال الزرع باش تصايبوا به الرغيف ديال المسمن ديال الزرع. كتقولوا لي راه الماركه اللي قلت لي هنا ما لقيناش. انا قلت لكم في حاله ما الا ما كنتوش كتصايبوا على يديكم، ولا ما طحنتوش في الطاحون، ولا ما خديتوش من الطاحونه ديالنا ديال البلاد غتاخذوا. الا كنتو باغي تاخذوا ديال الحانوت غتاخذوا، تسولوا على طحين المستقبل. صافي، هنايا غنديروا ثلاثه ديال الكيسان طحين بالنخاله ديالو، ثلاثه ديال الكيسان. تبعوا معايا هاد المقادير راها مضبوطه ياك. وغادي ندير جوج معالق كبار ديال السميده رقيقه، اولا ديروا فارينه اولا ديروا الفينو. المهم انا كان عندي السميده رقيقه، غندير غير السميده رقيقه، هانتوما ما درتش بزاف. هنا الملح دائما كتكون حسب الذوق. خميره معجونه حبيبات ديال الخبز، هنا غنديروا معلقه صغيره ياك. بالنسبه للخميره هنايا انا عندي هذه محيد منها شويه، ولك راه غندير جوج ديال الخمارات. غنحاول نكمل من وحده اخرى، غندير جوج ديال الخمارات ديال الحلوه، غنزيد واحد شويه من هذه. واحد الحاجه كان عليا اول حاجه نديرها هي الماء، الماء خصو يكون عندنا دافي. المهم هنا غنحاول، المهم جوج خمارات، ديروا معايا جوج ديال الخمارات. صافي، هنا غادي نحركوا هذا الشيء هكا مزيان ياك. درنا الملح، درنا الخميره، درنا ثلاثه د الكيسان ديال الدقيق ديال القمح ولا الزرع، غنديروا اربعه د الكيسان ديال الماء. وغنحاولوا نكونوا في هذه المرحله هذه نزربوا، لانني كان عليا ندير الماء هو الاول. نتوما ديروا الماء هو الاول عاد ديروا التوابل، ودوزوا طحنوا مولينيكس مزيان، خصهم يطحنوا مزيان. ها نتوما انا غندير اربعه د الكيسان ديال الماء، والا كنت غادي نزيد راه غادي نزيد قدامكم، ما غاديش نقطع، ما غنقطع لكمش هادشي في المونتاج. صافي، انا غنطحن ان شاء الله. انا دابا هنا طحنتو، غادي نشوف القوام ديالو كيفاش داير. ها نتوما تيبان ليا انا هنا غنزيد ليه واحد جوج معالق كبار ديال الماء قدامكم، ما يكون دافي بطبيعه الحال. ها وحده، انا غنشوف، ها جوج، ها ثلاثه، وغادي نخليه يتطحن مزيان ونخليه يرتاح على الاقل واحد 15 دقيقه. عاد ندوزو لكم، انا طحنتو مزيان، غادي نخليه يرتاح على الاقل واحد 15 دقيقه، وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي نطيبوه، ونشوفوا عاوتاني الا ما حصلناش على النتيجه غنوريكم ان شاء الله شنو ديروا لي. دابا هنا هانتوما انا ما قصتها ما والو، هانتوما خليتها 15 دقيقه، خليوها حتى 20 دقيقه، ما كاين حتى شي مشكل. اش غندير دابا؟ غنعاود ثاني نطحنها في مولينيكس، نعاود نطحنها ورا درت المقله كتسخن. دابا هنا البنات انا بديت الخدمه، المقله ديالي راه سخونه، انا غادي ندير البرير يطيب. هانتوما غتشوفوا بلي غيتقب ان شاء الله كامل. ومنين تبغي تعاودوا بقرير اخرى حاولوا تمسحوا المقله بشي منديل يكون ناشف، يكون فازك. انا غنقرب لكم هنا باش تشوفوا. ها نتوما شفتوا البقرير كله كيجي متقب، والعافيه تكون مجهده شويه، لان كيف ما كنعرفوا البقرير خاصو شي شويه. ها نتوما شفتوا كيجي كله متقب. كنتمنى غير تبعوا الطريقه، راه ما خبيت عليكم والو، ما قطعت في المونتاج حتى شي حاجه. صافي، دابا غنحيدها وغنحاول نبرد المقله، عاد ندير بغريره اخرى باش ما تحرق، باش البغريره تجينا مقاده من الجناب. ها نتوما غتشوفوا معايا كلشي. نحيد هذه، شنو غندير هنا؟ ناخذ واحد السربيته تكون فازده شويه بحال هكا، فيها شويه الماء. ها نتوما شفتوا، ونمسح المقله ونعاود
راه ساهل، غير تبعوا معايا المراحل اللي عطيتكم. انا هنايا صراحه هانتوما شفتوا كامل كيجي متقب وكيجي زوين. كنتمنى البنات اللي يطلبوا مني باش نحضر ليهم البغرير ديال القمح، راه ما فيش الفورس راكم شفتوه. صافي تبعوا معايا، انا نبقى ان شاء الله تنكمل كلشي باش ما نطولش عليكم الفيديو. يلا ونشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. وباقي ان شاء الله منين غادي يجي رمضان ان شاء الله غنصايب معكم البغرير ديال السميده، حتى هو بواحد الطريقه زوينه غيولي حتى هو يصدق لكم ان شاء الله. تعلموا كلشي داكشي، انا الهدف ديالي هو نبسط لكم المسائل، نبسط لكم الكوزينه، ديروا حاجه زوينه وبنينه في نفس الوقت تكون سهله. هانتوما شفتوا بردوا المقله، ضروري تبردوا المقله، هذه عمليه مهمه في البغرير باش الجناب ديالو يجيو كاملين مقادين. العافيه اللي كنطيب عليها انا شفتوها هانتوما، العافيه اللي كنطيب عليها انا. انا دابا غادي نبرد المقله عاوتاني عاد ندوز ندير. ان شاء الله من اليوم ان شاء الله يولي يصدق لكم البغرير. هانتوما تبعوا المقادير اللي عطيتكم والماء اللي عطيتكم، ديروا داكشي كيف ما قلت لكم، ان شاء الله العافيه تكون مجهده ووقفوا حداه وان شاء الله راه غادي يصدق. ها هو البغرير قدامكم، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه. انتما راكم شفتوا معايا كيفاش كيجي، هانتوما شفتوا وخفيف كيجي خفيف. انا هنا درت هذا الفرن وهذا لان ديال الضو ما يصلح ليش، ديال الضو صراحه راه بديت فيه ولكن راه ما طيب ليش. هانتوما هانتوما شفتوا، راه الا تبعتوا معايا هاد الطريقه راه ما غتخسر لكم ان شاء الله حتى بغريره. صافي انا قربت نكمل، ما بقى ليا والو نكمل. هانتوما شفتوا البغرير ديالنا كيفاش كيجي، كيجي كله متقب الا تبعتوا المراحل اللي قلت لكم داكشي بالتفاصيل ان شاء الله يصدق لكم. راك شفتوا ما فيش الفرص نهائيا. هانتوما شوفوا شفتوا كيفاش كيجي متقب، مازال ان شاء الله من قرب رمضان غنصايب معكم ديال السميده بواحد الطريقه زوينه حتى هي تصدق لكم ان شاء الله. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من التشجيع ومن الدعم دائما بارطاجوا اللايك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.